كتاب جمع الجوامع نناد السفرثي الإمام تاج الدين السبكي متوفى سنة 771 الهجرة من زهاء 100 مصنف فكتاب تاجي جمع الجوامع ذي الروج أم قران ذكيون بحريش نتموسني ذي الشرعيث اسميس أصول الفقه الإسلامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو المجلس الثاني في شرح جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله مثلا وقيد درس ويسين ذي الدروس نشرح متن جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ندايت مثلا الكتاب اجي نغل متن اجي جيون الموضوع مهم ساقي نقطة الخامسة يث مثلا أنهضر في المصنف والمصنف خامسا التعريف بالمصنف بالمؤلف يعني تعريف تاج الدين السبكي وقيد يكتب انت كتاب إذا قاتني السين أخذ بعض ملخص فلس على كل حال هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن تمام السبكي وقيل إمام تاج الدين وعرف بتاج الدين السبكي إلول ذي سقواس 727 للهجرة هذا عند جمهرة المؤرخين خطر هناك بعض العلماء ديننا إلولد ذي سقواس 728 للهجرة يعني الخلافة سقواس ما شاطاس هو قيثور ذي الزمان قيث مخلافا وما أدرك ذي الزمان شحال يقي القرون 720 وقي عند معظم المؤرخين إلول ذي سقواس 727 للهجرة إموت ذي سقواس 740 771 للهجرة غادي نغي 10-44 سنة يعني ما نخدم 771 اسمي موث إيلول ذي 727 صافي إعاش فقط 44 إسقواسن وثقي ظاهرة أشرنا مرارا إلى هذه الظاهرة أن دا الله يبارك ربي إفكاية السن الباركة ذي ثوذر سنسن نعم يلوس أعتقد الإمام ابن باديس إمام الجزائر في الساعة فوربي ما فغرضك شو يخدم شو إلى سن ضيعة شحال نسي عاش 51 سنة فقط ويعاش 40 سنة و 38 سنة و 50 سنة ولكن مثل ترك دجال تراث دجال لا حول قوة إلا بالله الإمام السيوطي مثلا صاحب الإتقان في علم القرآن يخدم أكثر من 300 كتاب توحد رب العالمين لذلك عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في كتابين الكتاب الأول اسمه قيمة الزمن عند العلماء الكتاب الثاني اسمه الصفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل من الأمور التي أشار إليها أشار إلى ما ألفه الإمام الطبري والإمام صاحب الجامع في علم القرآن الإمام القرطبي والإمام الآمدي والإمام ابن تيمية والأئمة الإمام الذهبي الإمام الذهبي صاحب سير أعلام النبلاء والإمام البيروني أكبر عقلية عرفها التاريخ كما يقول عنه المؤرخ الفرنسي سخاو يعني يفكر نماذج عجيبة مثل ولا ضش حالي عاشن أسوح ضر مثل مقض تريكنسن أسن هذا عاشن القرن وعشرين سنة نغشو ولكن مثل ولا ضش حال عاشن مدة قصيرة ذا شو ذا 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 شو السر ذا البركة ربي في كاسم البركة ذي العمر وقال الإمام تاج الدين السبكي إيلول ذي سنة 727 للهجرة ويموت ذي سنة 771 للهجرة يعني إعاش 44 سنة ودفن بسفح جبل قسيون ذي دمشق ذي سوريا الجريح إن شاء الله
ربي يداويها ويداوي الامه كامله. ذي اللي ينطل يعني داو بذرار كان جاب القسيون وكي ذا الذرار معروف في دمشق في سوريا يموت شهيد بالطاعون بمرض الطاعون هكذا قال علماء التراجم. فافاس اسم تقي الدين ابو الحسن السبكي. فافاس من كبار العلماء يعني وهو شيخه الاول إثي الصغر ندم زوري فافاس تقي الدين ابو الحسن السبكي هو من كبار العلماء. شيوخه الف شيوخه ثور نهضر في إثي الصغر لي بروموتور لي زونكادرور الصغر تاج الدين السبكي اتاسي قلان اذكر على سبيل المثال امزوارو فافاس تقي الدين السبكي والسين قانص ابو حيان وقي من كبار العلماء وهو من اشهر علماء عصره في اللغه والنحو والتصريف. معناتها ذا حداد بوال ذا لغوي يرفض في الناس علوم اللغه الا ذا الامام الذهبي صاحب سير اعلام النبلاء وقي الشام هو الامام الذهبي سي الشيوخ صغرا تاج الدين السبكي. الامام المزي وكذا من كبار العلماء من كبار علماء الحديث هو مختص في الحديث وعلومه. ذا الصغرثي وسبحان الله تشيخت اسمه زينب بنت الكمال. زينب بنت الكمال مختصه في علوم الحديث في يعني في ميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثعاش 94 سكواسن همطوثي ثعاش نذرت نفسها نذرت حياتها سخرت حياتها للعلم وثعاش 94 سنة. زينب بنت الكمال ثقي استيقاذي الصغرن الإمام الإمام السبكي ثعاش ما كدني 94 سنة مختصة في علوم الحديث وقد أخذ منها الحديث وعلومه. وقي ثقي الشيوخينس ثوران روح با تلاميذينس ايضا يسعى تلاميذ صغرا ثوران سي صغار ذا عنده تلاميذ بالمئات منهم مقارن شرف الدين الغزي وقي من كبار العلماء ابو الفيداء القلقشندي وقي ايضا من ائمه الاعلام ابو الفيداء القلقشندي وقي غرا في الامام تاج الدين السبكي الى برهان الدين المقدسي ايضا من ائمه الاعلام برهان الدين المقدسي. المهم تلاميذ كثيرون تتلمذوا على يد الحافظ تاج الدين السبكي. اكتفي بهذا. الان نروحوا نجيب نتكلموا شويه على المكانه العلميه مكانته العلميه. في الحقيقه هذا العالم الجليل تبحر في علوم كثيره. تبحر في علم الفقه فكان فقيها ومفتيا وتصدر مجالس الافتاء. يعني ذا الفقيه ذا المفتي. كذلك تبحر في علوم الحديث وبالذات في علم الجرح والتعديل تاج الدين السبكي. وكذلك تبحر ايضا في علم اللغه والنحو. علم اللغه والنحو ايضا صار من العلماء الذين يحتج بكلامهم يعني تاج الدين السبكي في علم اللغه والنحو. وكذلك تبحر في علم الاصول والمتن سارا شرح ان شاء الله اسمه جمع الجوامع. جمع الجوامع يجمع يثيد من 100 مصنف من 100 مصنف يقرا يستفرد الخلاصه 100 مصنف ذي المتن اللي هو اعظم متن في علم الاصول كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى. جمع الجوامع. وكذلك تولى منصب القضاء يعني لا ذا القاضي بل ارتقى في المدارج في مدارج القضاء حتى صار قاضي القضاة. يبض درجة قاضي القضاة معناتها القضاة الذين يعملون في الأمصار بإذنه وبتعيين منه وتحت رقابته. قاضي القضاة تاج الدين السبكي 44 سنة قل ذلك فقط.
ولكن سبحان الله اسمي يغرد القاضي يفهم قرن ذي مقرن يتعدى فلس المحنة. وطبعا القضاء مش ديني سهلا، القضاء ديني وعرا إما إلى الزيك يوعرا شو ديني ثورا ولا تفيلو فانزيك مش مثلو فبوسا تفيلو فانزيك وكمبليكي انتار وعين انتار مثل قد بوسا خطر دونيث بسيطة عادية مخالف في ثلث في ليسنا مخالف في التجارة البيع والشراء أنا مخالف مفهوم تقلق يعني في كيس عرفون بعد بطلي ثم لم مشاكل ولكن ماشي معقدة. وتصدى طبعا هؤلاء القضاة هو وغيره من قضاة القاضي الشريح وغيرهم تصدوا لقضايا. ولكن سبحان الله الإنسان إنسان، الإنسان غريب الأطوار كما يقال، يحب العدالة مظلوما ويبغضها ظالما. لذلك يوفى مشاكل تيم قرانين يظلمي يرنط الحبس يقيم 80 يوم كما دلت عليه يعني كثير من الكتب، 80 يوم يقعد داخل الحبس بسبب المحن والمشكلات يقفى في مجال القضاء من قبل المتقاضين. ماشي تيوفى قوارن في الناس، لا ذو قالك مخلف لي قوارن في الناس هكذا. لذلك ربنا جل جلاله مد يهضر في الخلاف في النزاع وغدي نرس مخلف ثارين كما مخلف مروح ثار الشرع باش ما تروح مر الشرع القران وكل السنه تسعم الكوراج تطبق ما شو ديننا ماشي ما الا استاذ الحق يلها ما الا استاذ الحق ديري نوص قبل غير. لذلك ربي في سوره النساء الايه 65 ان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دال مصنفاته، مصنفاته نسيت، تولى الخطابة أيضا كان خطيبا، تولى الخطابة بالمسجد الأموي بدمشق، معناه ذي الإمام معناه ذي الخطيب يخطب في الناس أتص الله يبارك يعني الخدمة يخدم وأتص يعني الخير ديجا ويروج ديجا الإمام تاج الدين السبكي. دال مصنفاته كثيرة أشو ديجا تكتابين أطاس تريكة ثم قرآن أدفتغ على سبيل المثال ماشي على سبيل الحصر في أصول الفقه جمع الجوامح وقنز يوريس وقال نشرح إن شاء الله في هذا المسجد المبارك مسجد الشيخ الحداد بعزازية إلا كتاب الإبهاج في شرح المنهاج للإمام البيضاوي دائما في علم الأصول إلا كتاب النظم اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب أيضا في علم الأصول. في علم الفقه يسع كتب كثيرة منها إيجاد كتاب اسمه الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية كتاب قيم، كتاب قيم الأشباه والنظائر في الفروع الفقهية في الفقه وجيء في الفقه. إذا يسعى كتاب ذا أو أوضح المسالك إلى المناسك وجيء دائما للفقه. في الحديث يسعى كتب كثيرة منها كتاب الأربعين، يسعى كتاب آخر اسمه قاعدة في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل يثمثن ماشي ديني سهل يوعر مليح مليح مليح. وجيء الإمام تاج الدين السبكي خدم كتاب في هذا السياق يفقد بعض الضوابط بعض المعايير اللي تخلي الإنسان إذا كان قرأ هذا العلم يستوعبه ويحسن التطبيق ميدانيا. خطر ماشي ديني سهلا وين راه يطفن غادي يستخدم قواعد الجرح والتعديل إلا ذاك في السير والتراجم يسعى كتب كثيرة منها طبقات الشافعية الكبرى، يسعى طبقات الشافعية الوسطى، يسعى طبقة الشافعية الصغرى لأنه هو شافعي المذهب، هو شافعي المذهب مذهبه الفقهي مذهب المذهب الشافعي. ثوران ما دائما ثوران بدنا نهضر في النقطة السادسة التعريف بالمصنف، نخدم التعريف النقطة الخامسة بالمصنف بالمؤلف بصاحب الكتاب بصاحب المتن. ثوران النقطة السادسة التعريف بالمصنف أي بالمتن أي بالكتاب، الكتاب أجي نشرح إن شاء الله تعالى. إذا زورا دين غيث مثلا هذا الكتاب هو من أهم
كتب أصول الفقه. يعني ذي تشتفينا كي ذي جان العلماء سعدان تندوك غرفال سفغان خمسة تشتفين الهانت عدان ذي الميزان ذوك غرفال سفغان خمسة في كتابين تم قرانين إيقلهان إيقنفع نطاس ذي العلم قيم يقارن علم أصول الفقه خمسة ثم زوارو في اسميس الورقات الورقة تجي لإمام الحرمين الجويني الورقات كتاب جليل سفر جميل في علم أصول الفقه الإسلامي اسميس الورقات إلى كتاب وايض اسميس وسين مختصر ابن الحاجب مختصر ابن الحاجب إلى اسميس منهاج الوصول إلى علم الأصول للإمام البيضاوي وكي وسلثة وس أربعة اسميس منار الأنوار للإمام النسفي منار الأنوار إلى وس خمسة اسميس جمع الجوامع لتاج الدين السبكي صافي ذي تكتفينا كود جامع العلماء إفرار انتد خمسة تيقوم السلام ذي خمسة يجي في فرارد تكتب ثقار مغر جوع جمع الجوامع إذ ما ديري وديونا يغر أي غر تكتب ثقي في فرارد داكو الخمسة شغال في فرارد ذي خمسة يعني أهم كتاب في علم الأصول ذوام أهم الكتب جمع الجوامع الجواب أخطر الساعة الكتابة مزايا فعقي الساعة أربع مزايا تشم قرانين المزية ثم زواروث أنه يمتاز بالاختصار الدقيق غير المخل خطر اليوم يقارن الاختصار المخل يونا ذي السامبليفي ذي الرزيمي الما ولا شو دي قران أكين يونا رزيمي موضوع عن الكتاب كتاب مثلا 200 صفحة ويصير رزيمي ضارة يقول صفحة يقول صفحة مثلا وذغ ذغ الاختزال الاختصار الاختصار كيف مثلا سمحتي يسعى ذغ يسعى أدوات إلى قدمي المسائل المهمة المفاصيل المهمة أليس كذلك؟ ما شدت في الصفحة الأولى الصفحة الثانية الصفحة الثانية قالوا ثم بعد دخل أكيد نسجل خلاصة وقيد الرزيمي الرزيمي باش تدينا يساعد التكنيك يساعد في النيات لذلك إلا لنت المختصرات المخلة أتصفض يختصر ثلمي ولا شو ديو جراندكس ولنت بعض الكتب في أصول الفقه مختصرة جدا إلى درجة الإخلال بالمعاني الكتابة جمع الجوامع اختصار دقيق هذه من مزاياه ولكن ليس اختصارا مخلا أي حافظ على المفاصيل الكبرى في علم الأصول لأنه قلت لكم قبل حين الكتاب السفغيثيد من ضمن 100 كتاب 600 كتاب إفكي يغد لا كريم إفكي يغد خلاصة مهمة في هذا المتن المتن جمع الجوامع المزية الثانية الوضوح والبعد عن الحشو والتعقيد إذ ما تغلط كتاب أتفضي الغموض وتفهم ضارة فيه مصطلحات وألفاظ وصياغة وأسلوب معقد المرث فهم ضارة أليس كذلك؟ إذن المزية الثانية لجمع الجوامع الوضوح والبعد عن الحشو والتعقيد فهو متن واضح كما ستعلمون إن شاء الله في مستقبل الأيام في المجالس القادمة الميزة الثالثة الخاصية الثالثة البعد عن الخلاف والجدل المنطقي خطر لا العلاقة غير علم الأصول كذا علم المنطق خطر علم الأصول تفضي لوجيك ديكس العجبة تفضي ديكس المنطق المناطق
سعن قواعد وعلم الأصول أصوليون سعن قواعد لنت بعض كتب الأصول شمنت ذي الخلاف والجدل المنطقي لدرجة أنه الإنسان يتعب ذي عتسف مليح باش يفهم. لذلك كتاب جمع الجوامع خاطئ ورسالة الميزاي لن ينسعنت ولو كان من الكتب اللي ذكرناها الآن اللي ذكرتها بك ربعة خمسة أربعة من ذنكني سعان بعض الخصائص يعني يجعل فيها غموض فيها تعقيد فيها حشو فيها كذا. ولكن الكتاب باقي جمع الجوامع ابتعد عن الخلاف والجدل المنطقي. يسعى الميزة في صربعة أنه اشتمل على معظم مسائل علم الأصول على معظم مسائل علم الأصول وستلاحظون ذلك إن شاء الله في المجالس القادمة. معناه معظم التمثال يشد العلم علم الأصول اللانت ذي كتاب ثقي جمع الجوامع. ثلاثا نكمل تعريف بالمصنف أنا هضر شروح جمع الجوامع يعني ودي شرحا جمع الجوامع طاسه دي شرحا. وطبعا يا جماعة الخير اسمح لي هناك يعني خاصية للمؤلفات الكبرى أنها يعني لاقيت اهتماما ورعاية وعناية فائقة من كبار العلماء في الشروح من خلال الشروح مثل كتاب سعى القيمة غطاس أسقرن الغاشي واسخد من الشرح. لذلك الكتاب يجمع الجوامع أطاس في شرح عند الدونيث أطاس سيسن يو الكتاب اسمه البدر الطالع في حل جمع الجوامع لجلال الدين المحلي الشافعي الذي توفي سنة 864 للهجرة. إلى كتاب اسمه النجم اللامع شرح جمع الجوامع وجي للإمام الكناني الإمام الشافعي أيضا الذي توفي سنة 819 إلى كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع وجي كتاب أيضا مهم صاحبه جلال الدين السيوطي الذي توفي سنة 911 للهجرة إمام السيوطي صاحب الإتقان الذي ذكرناه قبل حين. إلى كتاب اسمه تشنيف المسامع للإمام الزركشي الذي اختصره واحد من كبار علماء الدنيا اسمه الحافظ العراقي الحافظ العراقي الذي خدم كتاب الغزالي إحياء العلوم من خلال سده لثغرة من ثغرات هذا الكتاب الجليل في مجال الحديث فخرج أحاديث كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي الحافظ العراقي. أمشي اسمه اسمه الغيث الهامع الغيث الهامع وجي لمن للحافظ العراقي. ثورا نكمل دائما تعريف بالمصنف يعني بالكتاب. على ماذا اشتمل هذا الكتاب هذا المتن؟ اشتمل على مقدمات وسبعة أبواب أو سبعة كتب هكذا سماها لو كونتوني تود نفكي عليه المحتوى شوي لان دخل شوي لان ذي الشرف نغل منو ذي شارة نغرياكم إن شاء الله. الكتاب باقي هذا المتن يسعى مجموعة مقدمات والسبعة يسعى سبعة كتب هكذا قال تاج الدين السبكي في مقدمته. ثورة ذا شوي لندي المقدمات هذه المقدمات في الحقيقة هي مفاتيح مفاتيح لفهم الكتب السبعة. المقدمة اللي خدمتي سورة أغثنتي دي في كريفة سن النغ ذقوالا غنغ بشمارا نغر سبعة الكتب يعني يقصد الفصول لشابيتر يقلن دخل انتكتاف أثن فهم معنى من غريرة المقدمة تاقي ونزميرا نفهم في كتابيني ونزميرا لا إلى قتي سورة في
شتي سورة لي كود سمحتي لي سيدي ثورة تخزنت يفتح نفس الكود مستخدم دار الكود مثل الحارة نغ ثورة بورتابل يوني ساعة ميكرو بورتابل يخدم نفس الكود هذا في الكود اللي كان في حركة الكفر وني ساعة الكفر يخدم نفس الكود هنسا كان سي تادير ميم الناحية المنهجية الناحية العلمية العلم علم الأصول علم مهم جدا لما كثرت الزرام صافي تاج الدين السبكي خدم مقدمات مجموعة مقدمات انت تنشرح نشرح الدرس وايض من بعد سبع كتب ثم نظر سبعة كتب نظر شوية لاندي المقدمات مما ورد في المقدمات تعريف أصول الفقه نكون عارفين هذا الدرس نعدان لأن كلمة أصل في اللغة عندها ما يخالف ما يقابل الفرع الأصل الفرع نقول مثلا الأب أصل صح والابن فرع لذلك الإنسان يمول الإنسان كيسي اسمي سن الأصول بذاسي مسجد جديس وقلقيك اسمي سن الأصول مذدريا اسمي سن الفروع ذي الفرخ الفروع صافي ما دين ذا الأصل مقابل الفرع ما دين ذا الأصل مثلا معنى الدليل أدفك فتوى يعني ما هو أصلها أصل هذه الفتوى يعني ما هو دليلها الفقه يسعى الأصول معنى أدلة الفقه يسعى الأدلة وهذا هو التعريف وطبعا الفكاد يعني التعريفات اللغوية لا نعيدها بعد الفكاد التعريف علم الأصول هو العلم بالقواعد الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية تجدين السبكي إفكاد تعريف إنس أهيد نشرح بعد مش هسه يعني ذي المجلس القادم فلو كنت في شركة شو إلا ذي الكتاب في المنيو ذا شو إلا وش كاين في هذا الكتاب صافي المقدمات من ضمن هذه المقدمات تناول موضوع أصل الفقه وكذلك تحدث عن الفقه الفقه يفقد ما معنى الفقه وكذلك يفقد ما معنى الحكم الشرعي الحكم الشرعي إلا الحكم إلا الحرام إلا المكروه إلا المباح إلا المندوب إلا يخلد إلى الواجب يثيق هذا يكون الأحكام الشرعية من كل حاجة الحكم ينس مفهوم الدين صيام رمضان فرض هو الصبرين السنة نغلا ذا المندوب ذا فيها حكمه حكم الندب ولي يبغى هذا هو الأجر نور كما شهد الفرض أليس كذلك صلاة المغرب فرض والرواتب في نظر راتبة ركعتين الظلم بعد الراتبة ماشي واجبة وهكذا فبالتالي إذن نميز بين أنواع الأحكام الشرعية من المرض يضوقي مكروه من المرض يضوقي حرام خطر ما دين حرام أو كلمة حرام جماعة الخير الزيت ذا ذرار ذا ذرار ما دين حرام لقد فكر الأدلة بما إليك لك خاطئ تزمر في الحاجات هي يأتي مكروها ولكن الغاشي الحون كان الحوال هو ذو الحرام ذو الحرام ذو الحرام يدول بذو الحرام تسد ماشي ذو الحرام ليس كذلك إنسان حكم وحكم الكراهة ثلية تمسات الحكم ينس السنة ميمي الحوال بلي ذو الفرض الحوال هو ثقيد الواجب ذو الفرض ذو الفرض ميت تيار دي الميزان صفظ لا لا ماشي ذو الفرض ذو السنة وكل ينس المرتبة ينس لذلك الإمام السبكي يفكير المقدمات وهذا المقدمات مهمة إذن مهمة إذن خطر لكم لكن مثلا وأشهدوا ذوي عدل منكم يلا مثل أن كونتر لقدر دو تيموا الآية وأشهدوا سيت أن أوردر إسكو واجب فرض نغا نغا خاطئ الدين ماشي فرض وين أنسينا علم الأصول كيني ربي ناد أمر طبق لا لا ماشي كل عقد زعما تخمض عقد بلا ما حضر الشهود واحد وين كان زنز تفركا غثا فركا غثا زمور زنز زمور زنز طوموبيل ديال حادي بلا شهود ياك اي بورتون الاكثر واشهدوا ذوي عدل منكم الى قد معنى امر ماشي الامر كلما جاءت صيغه الامر معناتها تفيد الوجوب لا تفيد الوجوب دائما ممكن تكون لك صوارف تصرفها عن الوجوب إما إلى الإباحة إلى الإباحة تكور ماشي ميطا محسوب من دوبل مباح خذ ميزنا رجيت
إما إلى الإرشاد والتوجيه، إما 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 يعني مجموعة أمور سيأتي بيانها إن شاء الله. الأمر ممكن يجي بستاش صيغة، بستاش المعنى، وقد ذكرت هذه المعاني في كتب الأصول كما ذكرت في كتب اللغة. ما كي كنت ندير فيك الثانية عندنا أي غير الشيخ نغزيكي مغارن في السنة عفور بيت مع عمرين غا كلمة لاند صغارين سيدي خليل صح صغارين تجرمت في كي داك المغارن نزيك غارنا كثر شغل غارنا تنيا أكيد في معمرين نغار تجرمت نغارن ألفيان ابن معطي، ابن معطي ذا قبيلي يخدم المتن ذي تعرف أثقارن في كبرى الجامعات في العالم ابن معطي صعب تاجو أم بعد ذي كذا سعن المنهجية النظام أشيني أم كثغر كتب الفقه المالكي مثلا أتصغر هل طرت زيور ذي سيدي خليل نغات زيور ذي الرسالة ابن أبي زيد القيرواني نغات زيور ذي المتن يدي خدم ابن عاشر ذا شو نثني أمشي يتصغران دي المنهجية باش أنظر باللي لا ميثودولوجي المنهجية ثلا ولا ميلا لا يطلق عليها هذه الإطلاقات ولكن عمليا تمارس أشيني أتغر التجرم حفظ القرآن حفظيث ولو بغير فهم حفظيث مدام الصيد الله يبارك ألا غيش ذي حفظ ما شاء الله أم بعد تعرف سنة غريض أكثعون باش تفهم هذا القرآن أم بعد ذي الفقه أشيني أتزور ذي ابن عاشر متفوكل أترحض كتاب الرسالة لمالك الصغير ابن أبي زيد القيرواني متفوكل أترحض رسيدي خليل المختصر الفقهي للشيخ خليل إطاب بار إطاب تقيت خدمان بلا ما ننسيد سبحان الله بلا ما ننسيد مثورة انفقاس بلي حرشن بكل صراحة هيغرس غضاوي ويغرس إلا قاك بهذه الترتيبة شغل من كل قرادة كيس وضع القرادة من كل طب كل مرحلة أكثوي غل مرحلة مثلا ابن عاشر أطلع أتصغر أصغر اسم الرسالة ابن أبي زيد القيرواني أم بعد أطلع أصغر كتاب سيدي خليل ولا تقول سيدي خليل وزيكي وكي مغار نهضر نيس من كل تمسة كينين يغرى سيدي خليل ما ذي الخلافة كيني أنروح الشرع عن سيدي خليل ما تقولوا نسينا الشوارق كينا مشكا سيدي خليل مشكا جن القرآن أسلع عقل أخوي أسلع عقل أسلع عقل قبل نفهم تمثال بعد حذاري خطر هذا الكتاب الخطاب موجه إلى شبابنا ممكن الشاب ما يعرفش كل هذا الشيء مباشرة يحكم أحكاما ظالمة جائرة على هذه الكتب وهي من التراث الفقهي العظيم يوم أن تركنا هذه الأمهات أو الأمات وهذا صحيح لغة تركنا هذه الأصول تركنا هذه المنابع منابع العلم طبعا منسوب العلم والمعرفة انقص إلى حد مذهل إلى حد مخيف لذلك تناول أيضا مفاتيح أخرى اكتفي بهذا فغادينير فقط المقدمات التي وردت في متن جمع الجوامع هذه المقدمات عبارة عن مفاتيح تساعدنا على فهم الكتب السبعة أكا ثورة سبعة كتابي نقي شوي لان إذا قنظر المنونية ما كدنا الكتاب الأول فشو دي هذا رئيس الكتاب الأول خصصه للقرآن الكتاب الأول البرومي شابيتر فغير يهضرت في القرآن الكريم كتاب الله العزيز القرآن الكريم ما هو هذا الكتاب؟ هو كلام الله تعالى المنزل المعجز المعجزة خالدة إترنيل معجزات الأنبياء معجزات ولكن ماشي دائمة كشينا في كيت تعكس سيدنا موسى دذلا المعجزة ذي الوقتيس شيني غا ثلغم سيدنا صالح عند ثلا معجزة عند ثلا يوجد حضر ندير وقت اللي كان ولكن كي نؤمن بلي هي معجزات من الله عز وجل
أيد بها أنبياءه إثباتا لصدق نبوتهم. ربي سبحانه يفقد المعجزات إيمولهن إيدي شقع لي بروفيت إيمشقعان باش أسنيف كالقوة باش أدفانن باللي تسيدت ضربي في إيدي شقعان إفكاس المعجزات. أليس كذلك؟ ذا شو المعجزة ثم قرانت إفكاس النبي صلى الله عليه وسلم إفكاس ربي سبحانه المعجزات مادية لانت كثيرة، ولكن المعجزة العظمى الكبرى الخالدة إترنل القرآن الكريم. يهضر في الألفاظ، يهضر في المنطق المنطوق والمفهوم تجدين سكي، يهضر في الأمر والنهي، كانت الأوامر هناك نواهي، يهضر في العام والخاص، يهضر في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد في مسلقي مارة أكت سياغ إسقر الشيثنت السبكي ذي الكتاب الأول القرآن. الكتاب الثاني يهضر في السنة النبوية العين صرويسين بعد القرآن السنة هكذا. الإمام تجدين السبكي ذي الكتاب الثاني يمثل يغيد في السنة النبوية، يعني مصدراني نصياني نقلياني، مصدر نقلية الكتاب والسنة. الكتاب الثالث يهضر في الإجماع، هذا أيضا مهم جدا في تفاصيل ستذكر. الإجماع، إجماع الصحابة لن تمثل أندى الصحابة نجمع فلاسة فقط الصحابة صار فيها إجماع، أليس كذلك؟ نعطيكم أمثلة في الوقت إن شاء الله المناسب. إجماع الصحابة بعد ذي العصر أيضا صار في إجماع العلماء من في عصر التابعين تابعي التابعين في هذا العصر للاتفاق. ما معنى الإجماع؟ معنى اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم من الأحكام الشرعية العملية. هذه قيود معتبرة في الإجماع. والإجماع صنفان، كان إجماع صريح كان إجماع سكوتي. الإجماع الصريح وان داوك العلماء انتفقن في مبوال يون الحكم يون إلى وان دا شويس العلماء دا انتقلوا إذا سسمن إذا سسمني أمي فرضا هذا المجلس الله يبارك تاع العلماء سسد قضية معينة، يلا واش رايكم في لاكارت جينيتيك لا دي ان والكلوناج ولي تكنيك بونكير وكذا في كذا كنتورا ماشي في كنزي خطر فلوي اديني دفك من راي نون تجتهدون وتسفر من الحكم الشرعي وفلوي السسمم اثاسسمين ون ام كيس نحسو يسكو ثاسسمين ون معناه توفق مثل نغ ونتوفق وكي قارس الاجماع السكوتي وين يصرح بعض العلماء بالفتوى أو بالحكم والباقي يسكتون وصار جدل نقاش كبير بين العلماء. الإمام الشافعي مثلا ممن لا يأخذ بالإجماع السكوتي في قرواقي ما نعتبروش أي غر إنك لا ينسب إلى ساكت قول هنا يسسمن ودقرا ينتقد من تودي انتقارا الرنس والعلماء ويضس قرن خاطي قرنس السكوت في موضع البيان بيان حضرم سلام سسمم صافي توفقم خطر مسألة شرعية ماشي نقصر كان قصير لا ذينا معليش مثل الأمور هاكي خاطي مدن تقمارا صافي توفقم السكوت في موضع البيان بيان باش تزرم العلماء المخلف الخلاف السند قول هذا ولو نزديه ثمم الرسالة خطر فيك واحد مخلف نسين هذا وقت مش تشاون هذا مغنزان اي مش هيك الخلاف جيت لا من جا الخلاف تقول لا ذيك يمكن تقول لا عادي ما يصب سلاون هذا الغن ولاون ما الغن ولاون ثرويث بروي حتى الكتاب الرابع يهضر في القياس. القياس القياس ما معنى القياس؟ هو إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكهما في علة الحكم. والقياس أربعة أركان مقيس ومقيس عليه حكم وعلة الحكم. والعلة هي الوصف الظاهر المتعدي المناسب للحكم. يعني في موضوع القياس ذا اليوم الموضوع يسعنا زر ذا القرآن نحوجي في علم الأصول. الكتاب الخامس يهضر في الاستدلال.
الاستدلال. الكتاب السادس يهضر في الموضوع التعادل والتراجيح. هذا هو كيداغ الميزان. كل حاجه تسعى الميزان، يا هكا الى الميزان البطاطا، الى الميزان نطاغوت، الى الميزان نتاولا، الى الميزان ندهف. مخلفنا مخلفنا اسم اسم الميزان مي مخلف دنيا الميزان دافع خاطر الزراميغا باش ننسى ميزان البطاطا. لذلك وقيد الميزان القران يبثت ذي الكتاب السادس التعادل والتراجيح. الكتابان قالوا الكتاب السابع يبثت في الاجتهاد، في موضوع الاجتهاد.